هو اللي صعب شوية. لا ما فيش حاجة برا المنهج بس مش يعني صعبة. لا مش قرب. السؤال التاني بس اللي هو السؤال التاني ده رقم ب واحد واثنين، والنحو كان فيه اخر اثنين ان صعبين شويه. شبه ماشي. هي دي الاجابه اللي مطلوبه. طب ماشي، والعاطفه المسيطره على الشعر هنا ايه؟ هو القدر للزمان يسعى الاعجاب، شده الاعجاب الشاعر. ماشي، عايز اسال حضرتك سؤال في الادب. هو هنا العنصر الصراع اثره في نجاح الروايه واضح ازاي؟ طب مثل المقالات في سمات الاسبوع ايه؟ حضرتك السؤال ده وضوح الاسلوب وقوه الاسلوب. طب السؤال اللي تحتيه عنصر الصراع. طب ما ينفعش سؤال في الروايه هو الوضوح والقوه والجمال. بس كده ولا تزعلي، مش مصورين تاني. انت بتصور ايه بصح؟ جريت الوفد والله. جريت الوفد انت بالانترنت بتاعك؟ المعيش. ازاي؟ معيش والله. اسالي بتاع الشرطه. هو اللي مسؤول عني. طب وانتوا زعلانين ليه يا جدعان؟ لازم برضه وهم خارجين وهم داخلين. إلى حد ما كويس بس الوقت مش كافي. لما يديهم الفرصة إن هو يبدأ يفكر في الامتحان ويحل. خلي بالك انا بحب بقى الراجل بتاعكم بتاع الوقت اكتر من كده بكتير. طبعا هم اتصدموا في بعض اسئله. في الادب فات كده فيها محاور. بالذات في الادب والله العظيم هي قالت لقيت الادب فيه سؤال بحلو سبناه والبلاء ودوت فيها تكات والنحو فيه تكات. يعني توصلت لا النحو كان صعب بس هي كانت بتقول لي كان الادب كان صعب شويه. الادب يعني سلاف. ايوه الادب بس النحو سهل جدا. النحو الحمد لله ومش كل يعني الحمد لله. لا كان حلو بس كان صعب. كان سهل ايجابي في ايه بالظبط؟ كان في الادب قصه سهله. لا القصه سهله الادب بس اللي لا هو النحو هو الادب والقصه والله انت ينفع والله لازم تكملي انت ينفع على فكره انت لازم النحو هو اللي فيه حاجات وتكات شويه والادب فيه برده كام سؤال كده. هو انت دي عبد الله معايا سهل جدا وكل حاجه سهله هو الادب بس هو بس اللي الادب سهل بس في تكات يعني شويه والوقت طبعا ما بيكفيناش لان احنا لازم ناخد وقت كتير بس يعني هو ده ايه اللي نحو سؤال في الادب. لا كان صعب شويه بس ايه اللي كان صعب فيه؟ كان فيه الادب والبلاغه شويه والوقت. فالوقت ما كانش كافي. طب فرق بره الكتاب المدرسي او المنهج؟ مش كتير بس برضه في حاجات رخمه شويه. لا 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 مش هصبر. بالنسبه للنحو سهل التعبير الرساله البلاغه امال ايه بقى اللي صعب.